السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الجمل الشائعة في اللغة الإنجليزية. ودعونا نبدأ، وما زلنا في العبارات الشائعة من الجمل الشائعة في اللغة الإنجليزية، ونبدأ بالجملة الأولى لهذا اليوم، وهي That's alright. الجملة مرة أخرى That's alright. وإذا ننظر للصورة المرفقة هنا تجد أنه تعني شيء إيجابي، تعني شيء جيد، يعني أنه هناك أمر يعني جيد حصل يعني. والكلمة alright هي كلمة شائعة في اللغة الإنجليزية وتعني حسنا، فبالتالي معنى الجملة يكون لا بأس. طيب كيف يكون معنى الكلمة حسنا ومعنى الجملة لا بأس؟ كما ذكرت سابقا في الحلقات الماضية أنه معنى الجملة قد يختلف عن معنى كلمة معينة في الجملة. الكلمة قد يكون معناها حسنا مثل هذا المثال الآن، لكن عندما تدمجها في الجملة يكون معناها آخر. الآن أيضا ممكن تترجم هذه الجملة تقول هذا حسن، لا بأس في ذلك، الترجمة أيضا ستكون صحيحة يعني، لكن الترجمة الأدق هي لا بأس. الجملة الثانية لهذا اليوم هي That's enough. الجملة مرة أخرى That's enough. لننظر للصورة المرفقة يعني تجد الرجل يحاول يداعب القطة والقطة تقول له خلاص بقى كفاية. فمعنى enough هنا يكون معناها كافي أو كفاية، ومعنى الجملة هذا يكفي أو أيضا قد يكون معناها كفاية. الجملة الثالثة لهذا اليوم هي That's fine. مرة أخرى That's fine. الجملة معناها هذا جيد ولا معناها لا بأس؟ المعنى الذي في الصورة هنا هو معنى لا بأس، طيب خلاص أوكي. لكن كلمة fine، كلمة fine لها معاني كثيرة وكلها شائعة. دعونا ننظر لهذه المعاني. كلمة fine قد يكون معناها غرامة، عندما يعطى غرامة مثلا لأنك قلت بشكل سريع والشرطة أعطاك غرامة لازم تدفعها، أو قد يعني معناها ناعم وفاخر، مثلا شخص يقول لك هذا القماش مثلا من أفخر أنواع الأقمشة، في هذه الحالة يستخدم كلمة fine باللغة الإنجليزية. وقد يكون معناها أيضا جيد، لما شخص يقول لك that's fine معناها جيد يعني. وأيضا قد يكون معناها وسيم، والمعنى الوسيم منتشر جدا حاليا في شمال أمريكا، كندا أو أمريكا، منتشر جدا بالذات في اللغة العامية يعني. فعندما يريد يقول شخص وسيم أو امرأة جميلة يستخدم كلمة fine، وعادة يمطوها يقولوا fine. فهذه معاني شائعة لهذه الكلمة. والجملة الرابعة لهذا اليوم هي يعني كما يرينا جيم كاري هنا that's it. الجملة مرة أخرى That's it، وتعني هذا يكفي أو تعني هذا هو. هناك معنيين لها والمعنيان شائعان. مثلا عندما شخص يقول لك أي واحد فيهم تريد تقول له هذا، مثلا عنده 4 كتب لا يعرف أيها الأفضل، فأنت تعرف واحد فيهم الأفضل تقول له That's it. That's it. فهذا هو يعني. أو ممكن مثل ما يفعل جيم كاري هنا تريد تقول له هذا يكفي، يعني خلاص كفاية يعني. الجملة الخامسة لهذا اليوم That's not fair، وعادة يعني يكررها الأطفال بالذات يعني عندما يكونوا غضبانين يعني، وتعني هذا ليس عدلا. الجملة مرة أخرى That's not fair. وكلمة fair لها معاني كثيرة جدا وكلها شائعة. قد تعني معرض، عندما نريد نقول مثلا معرض تعليمي أو معرض للعقارات، في هذه الحالة نقول education fair اللي هو معرض تعليمي، ونقول real estate fair معرض عقارات. أيضا قد يكون معناها عادل أو عادل fair مثل ما في هذه الجملة، أو قد يكون معناها وسط، الشيء الذي ليس كثير وليس قليل في المنتصف نقول fair. أيضا قد يكون معناها الشخص المنصف، مثلا تريد تقول اشتري من هذا المحل لأنه منصف مع زبائنه بصراحة يعني، ففي هذه الحالة تستخدم كلمة fair. الجملة السادسة لهذا اليوم ومعانا جاك سبارو. الجملة هي That's not right. الجملة مرة أخرى That's not right. وإذا تنظروا لنظرات عيون جاك سبارو هنا كأنه يعني في شيء مش طبيعي يعني. فالجملة هذه معناها هذا غير صحيح، بمعنى في شيء ما هو صحيح يعني. الجملة السابعة لهذا اليوم هي That's right، وهي عكس الجملة السابقة. الجملة مرة أخرى That's right. ولننظر للصورة هنا يعني كأنه
في شيء كنت تعتقده خطأ أو لا تتذكره إلى أن شخص يذكرك به. نعم تتذكره، فهنا في هذه الحالة تستخدم that's right ومعناه باختصار صحيح. الجملة الثامنة لهذا اليوم هي that's too bad. الجملة مرة أخرى that's too bad، وتعني هذا أمر سيء جدا أو هذا أمر سيء، لكن بما أنه في too نستخدم سيء جدا. فدعونا نذهب للجملة التاسعة لهذا اليوم. كما تشاهدون يعني هناك يعني هلل كثير ينزل جد 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 جد. فماذا تعتقد الجملة؟ الجملة that's too many. مرة أخرى that's too many، وتعني هذا كثير جدا. يعني كوينز، الكوينز العملة المعدنية، كوينز كثير ينزل من الأسفل للأعلى وهكذا. يعني الجملة العاشرة لهذا اليوم، شخص منهمر جدا يأكل، وربما يأكل الرز قاعد، يعني الأسوني طبعا يأكل بالعصاية، وفي دول انتشرت في العالم صراحة بشكل كبير الآن. الجملة هي that's too much. الجملة مرة أخرى that's too much، وتعني هذا كثير جدا. ما شاء الله قاعد يأكل رز كثير وبالهنا والعافية. هذه الجمل لهذا الأسبوع، أتمنى إن شاء الله تعالى تكونوا استفدتوا. ولا تنسوا سؤال هذه الحلقة وهو the word right، وهي واحدة من right، واحدة من الكلمات التي درسناها اليوم. The word right، الكلمة right has many meanings، لها الكثير من المعاني. Write down، سجل أو اكتب 5 meanings، 5 معاني لهذه الكلمة. Using a complete sentence، باستخدام جملة كاملة، بمعنى أكتب كلمة right 5 مرات في 5 جمل، بشرط كل مرة يكون لها معنى مختلف. ورونا شطارتكم يلا، خلونا نشوف كم واحد استوعب درس اليوم، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله أول 20 هيعلقوا على الفيديو بإجابات على هذا السؤال، إن شاء الله سأرد عليهم وصحح لهم في حالة وجود أي خطأ، وإذا كان صحيح سأقول لهم صحيح. أتمنى الفيديو فاتكم، إن شاء الله أراكم في فيديو آخر. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.